السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صالة الدار اللي حنتكلموا فيها سان فالونتان ولعيد الحب اللي راهو يصادف في 14 من شهر فيفري من كل سنة. وبهذا اليوم سنا الشارع باش نسقسوا الجزائريين واش يعرفوا عليه واش يمثلهم وإذا هم يحتفلوا به ولا لا. لا تابعوا معنا تاريخ 14 فيفري. والله 14 فيفري كباقي التواريخ ما عندوش ميزة خاصة، مي احنا رانا هزيناه بطريقة أخرى وتقليد غربي باللي راهو هزينا عنه التيتر تاع عيد الحب. الحب من المفروض ما يكونش عنده عيد، ما عندهاش يوم معين الحب. هي العيد الحب هو حاجة مقدسة، كاع نحترم الحب سواء الحب للشخص الراجل ولا الأم ولا الأب، ولا الحب حاجة مقدسة عندي، لكن ماشي بهالطريقة. نتمنى ان شاء الله تكون هذه العادات الداخلة على المجتمع الجزائري تروح، باسكو حتى الحب بهذه الطريقة راح المعنى تاعو، ماشي بوردة. طول السنة تقدر تحب يماك، طول السنة تقدر تحب الزوجة تاعك، طول السنة تقدر تحب أي واحد في الدنيا. كما يقول لك للمرأة وللأم، وكثرة وشنو كما يقول لك كما تدخل هدية للأم للزوجة سامبليزي ولا لا؟ هذه فرح. تحتفل بها أنت؟ يعني نحتفل بان هدي حاجه كما نقولوا، يا ريت كما تهدي الحاجه ليماك، اي حاجه اي من لا خط الله حال يماك تشوف تفرح بك. لا 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 واش تدي لها واش تشري؟ هي كادو اللي تديه لك هاي كما باغ اي حاجه اللي هي كاع بوكي تاع ورد. لا الله عليها، وكما يقول لك عيد الام والزوجه تهدي لهم ورد ولا اي حاجه اللي تديها تهديها لها مرحبا بها. نحتفل به، نحتفل به، نشري لها خاتم، نشري لها سلسله، كون شي لها الميلكا شيلها كلش. المسلمين والارمومو تحتفل، كل يوم تحتفل به. تبغي امك، تبغي جارك، تبغي اخوك، تبغي كاين الحب، ماشي غير في مجيت طريقه واحده، فهمني. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال لك وصانا، قال لك تهادوا تحابوا. اسال واحد على جاي يقول له صاحبه روح نتقهوى وروح منا خلاص عليك، او نخطروا روح عندي، هذاك كيما هكا الحب. سان فالونتان يا اخو شعب جزائري باينه، عيد الحب في الجزائر عادي يا اخو. بور مو انا عيد الحب ما اكزيستيش، نحب يما وبابا وربي يحفظهم لي. خطينا الحب في الجزائر كاين خويا، ما كانش الحب زين. نحب يما هي اللي ولدتني، هي اللي عشتني، وان شاء الله ربي يطولها في عمرها اخويا العزيز. والله يا وليدي غير عرفته، غير عندي 3 سنين ملي عرفته، لا 4 سنين. انا ما نعرفش لو سا فالونتان، ما نعرفوش، يقولوا عيد الحب هكذا. ان شاء الله ان شاء الله هاد لا جينيراسيون تعرف واش معناتها عيد الحب، باسكو انا يا جاب لي ربي ان اكزيست با. بور مو اللي يحب يا اخو يحب كل يوم يا اخو. عندك يماك تحبها، عندك مرتك ولا عندك ولادك، بصح باش هذا تحب وحده هكذا توقع فستي فستي يا اخو. حنا ما نعرفوش هذه المناسبه هذه، ولينا نتبعوها من اوروبا ولا يتبعوا كلش اوروبي. حنا نشوفوا الجزائر نتقلدوا الكادو واش تشري؟ الكادو مثلا نشري الريحان، نشري لي فلور، نشري عند الاخر لازم تطلع بيدك بالكادو للمدام. تبادل فوالا، تبادل الهدايا اللي تحبوا كما يقولوا، ومالغري لو كان ورده تفكروا به، يا لو كان شي دجاجه طيبها في الدار بوكوا با. هو نورمالمون يكون في حب الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاه والسلام والحب الرجل لزوجته، وحنا النبي عليه الصلاه والسلام وصانا على الحب قبل ما يعرفوا هادو اللي راهم يحتفلوا به بقوله استوصوا بالنساء خيرا. النبي عليه الصلاه والسلام هو وصانا الاول من وصانا على الحب. ما عندناش حنا المسلمين نورمالمون نهار نحتفلوا به الحب، ايامنا كاع حب ان شاء الله. انا ما نحتفلش بعيد الحب. وانتم الجزائريين مازالوا بيحتفلوا به؟ معليش يحتفلوا به، مش بالضروره انه يحتفلوا به كل الناس باش تحتفل به انت، هذا راهو تقليد غربي. مع كل احتراماتي للاراء طبعا، كل واحد راهو حر في التصرفات تاعو. انا شخصيا مانيش مؤمن بعيد الحب، ما عنديش حاجه في راسي اسمها عيد الحب. والله كيما التواريخ السابقه اللي عندي، مي كي يشوف الورد على بالي بلي عيد الحب هكا. بصح انا ما نعرفش بها، ما تحتفلش، ما نحتفلش، باسكو هنا نعرف عندنا عيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر، هادو هما العيد اللي تاع الدين تاعنا، الباقي كاع حاجه داخله على المجتمع الجزائري. نحتفل بعيد الحب مع ما انا، نحتفل نبغي ما انا. ان شاء الله كل واحد كسوسوا جون ولا جون فيه ولا ربي ان شاء الله يهنيهم في ديارهم. برك هذا وليدي واش نعرف نقول له ولا ما نعرف، باسكو ما عديتهاش صافي. وقتكم ما كانش في وقتنا، ما كانش جيبوا لنا مغمومين. الراجل ما نعرفوهش، تقبليه اكحل زين احمر ازرق اقبليه وخلاص. ماشي برك هذاك لو جو، برك تفكروا كاين الحب، كاين الحب على طول الحياه والتفاهم على طول الحياه. والحب هو أنا عندي من عندي هو تضحية،
التضحيه من كل طرفين بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. هي ما كانش منها كاع من الدين، ورانا نمروا مرحله عويصه وصعبه كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تاتي سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامن. هي بين قوسين كان حب الله، حب الرسول، حب الصحابه، حب الصالحين، حب السلف الصالح، ثم حب الاب والام، ومن بعد يجوا الاولاد. نحتفلوا بيان سور حاجه اللي تكون مفيده لينا لعلها بوركوا با. حنا تاع ماشي تاع حزن ولا حاجه، تاع فرحه، تاع حب، تاع كل حاجه. سي لا جورني دي زاموغو، فوالا 14 فيفريي دو شاك اني، سي تو. تحتفلي به انت؟ نو، با بور سيت اني ان توكا. فوالا اكزاكتومون. تجيب الورد للدار منها لعائلتك للمدام للولاد منها، وديروا عليها فيها قسويل على بالك، حويجه خفيفه منها، الاخر الحلويات منها، ونعيدوا.